مدير النادي الاهلي اللي هو محمود علام اللي هيكون معانا بعد لحظات. الشارع بره زي ما انتم سامعين الاصوات، الدنيا كلها سعيده وفرحانه بعزيمه الابطال، بروح نجوم النادي الاهلي، الكل سعيد. مش عايز اقول لكم الفرحه ومش قادر اوصفها لكم، لكن عايز اقول لكم ان اللي مش اللعيبه بس اللي جابت البطوله، كان في مجهود كبير من مجلس اداره، من جمهور حتى لو ما كانش موجود في الملعب، لكن بروحه وروح الشهداء كانت كل دي عوامل كانت موجوده بتساعد ان النادي الاهلي ان شاء الله، وزي ما انتم شفتوا حقق يعني حاجه شبه الاعجاز في تونس مع فرقه كبيره زي فرقه الترجي. عايز ابارك لواحد من الجنود المجهولين في النادي الاهلي اللي عمل مجهود كبير جدا تامينيا تنظيميا في مصر وبره مصر وفي كل مكان، اللي هو محمود علام. عايز ابارك لحضرتك في البدايه، انت عملت مجهود كبير وانا عارف ان انت من اسعد الناس في اللحظه دي. تقول ايه لكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي وكل الجمهور العظيم اللي انت سامع صوتهم بره النادي الاهلي وجوه النادي الاهلي؟ الحمد لله، بقول مبروك، مبروك لمصر كلها، مبروك لجماهير النادي الاهلي العريضه في كل مكان، مبروك للجماهير اللي سندت فريق الكوره في جميع مبارياته الخارجيه وكانت بتسافر مع الفريق وتأيده، مبروك لمجلس الاداره، لاعضاء النادي، اعضاء الجمعيه العموميه اللي وقفوا ورا النادي، وقفوا ورا مجلس الاداره، ورا اداره النادي في ظل الظروف الصعبه اللي فاتت وفي ظل ظروف ابعد ما تكون عن الطبيعيه. الحمد لله الفوز والنصر دوت تكليل لجهود كل الأهلوية، مجلس إدارة، إدارة، أعضاء نادي، جماهير النادي، وما ننساش إن البطولة ديت إحنا من بدايتها قررنا إن إحنا نهديها لشهداء النادي الأهلي، فده تكليل وتكريم وكرم من ربنا واعتراف منا جميعا ب حق الشهداء علينا. والحمد لله كلل جهودنا وجهود نجوم الفريق وإدارة النادي ومجلس الإدارة في إن احنا نوفي بالعهد ونوفي بالوعد ونهديه بشهداء النادي الأهلي، وده يبقى أكبر تكريم ليهم في مسواهم الأخير إن شاء الله. سيدي اللي هو متابعك من أول اليوم، بتتابع لحظة بلحظة، شاشات العرض، أعضاء النادي، كل شيء داخل فرع النادي بالجزيرة، لكن ساعة الماتش يعني خدت بعضك ودخلت أوضتك عشان تتفرج على الماتش، إحساسك كمشجع كبير للنادي الأهلي وبتحب النادي الأهلي وكعضو قديم في النادي الأهلي، وأنت بتتفرج على الماتش كان عندك إحساس إن النادي الأهلي النهاردة ممكن ما يحرزش لقب بطولة دوري الأبطال ولا لأ؟ والله أنا يعني مش عايز أقول لك، أنا ما كانش عندي شك 1% إن إحنا هنخسر البطولة دي، إحنا كنت متأكد إن إحنا هنكسبها، وأنا جيت اتفرجت على الماتش النهائي بالظبط نفس الظروف في 2006 ماتش الصفاقسي، كنت برضو في نفس المكان وبتفرج على نفس الماتش ونفس بتاعه، والحمد لله التاريخ أعاد نفسه. هل في كلام كان مع مجلس الاداره بعد المباراه مباشره والترتيبات؟ انا عارف ان البعثه ان شاء الله هتصل غدا، ايه الترتيبات؟ ايه اللي هيحصل في استقبال نجوم مش بس مصر، نجوم القاره الافريقيه؟ هو طبعا لظروف الحداد وظروف الشهداء هيكون الاستقبال ان شاء الله، طبعا انا عارف ده هيبقى قرار مجلس اداره ولسه انا ما اتصلتش بيهم، لكن هيكون استقبال على مستوى البطوله، لكن هيكون في تحفظ في الفرحه، وربنا يسهل وان شاء الله يكون تكريم كويس للفرقه ويكون استقبال يليق بيهم. شكرا لك يا سياده اللواء. الله يخليك، شكرا. عايز اقول لكم ان زي ما قلت لكم فرحه اعضاء النادي والجمهور بره، هنقل لكم صوره حصريه لقناه النادي الاهلي، حاجه ما حصلتش، اعتقد انها اعظم بطوله دخلت او هتدخل دولاب البطولات في النادي الاهلي. ما كانش فيه اي حد عنده شك في الاعضاء، في الجماهير، كل الناس اللي موجوده، ان النادي الاهلي النهارده يحقق نتيجه ايجابيه، مش بس نتيجه ايجابيه، دي نتيجه كبيره. هنوفيكم كل شويه بلقاءات حصريه، بصور حصريه من داخل النادي الاهلي وحول النادي الاهلي وفي الشوارع المجاوره.